كان ضروري تلاقيني مهما طالت سنيني من قبل الحياة وانا حاسة قابلتك زمان يا ما شفايفك قالولي وهم بيهمسولي بحبك وأيوة ده صوتك وصوتك كمان ومن قبل البداية بيني وبينك حكاية رجعنا من النهاردة نعيشها في نفس المكان هواك أجمل معاني ملت روحي وكياني مجرد حبيبي بشوفك بحس بأمان حبيبي أحس بأمان بلادي لو بنطع حروف اسمك ساعتها لو بموت ترجع لي روح يا حبيبي أحس بأمان حتى وأنا بنزل على كتفك دموعي والتجارح المداوية يا حبيبي وأغرب ما في حياتي عشقة وياك أهاتي وعارفة إن جوا قساوتك مدار الحلال في حاجة نفسي فيها ويا ما حلمت بيها تاخدني حبيبي في حضنك ويقف الزمان ده من قبل البداية بيني وبينك حكاية رجعنا من النهاردة نعيشها في نفس المكان هواك أجمل معاني ملت روحي وكياني مجرد حبيبي بشوفك بحس بأمان حتى ولا بتنزل على كتفك دموعي وانت جارح للمداوية يا حبيبي بأمان بلادي لو بنطع حروف اسمك ساعتها لو بموت ترجع لي روح حبيبي اوعى كده جمال حبيبتي انا جنبك ما تخافيش يا فندم انا من ساعه ما جيت هنا وباكد لحضرتك ان انا لقيت البنت قدام باب الاوضه ابوها هو اللي عمل كده شو اخدها لخالد يعني وياسين ليش بتتعامل هيك اهو ده اللي شاغل بالي الفتره اللي جايه ومش هرتاح الا ما اعرف هما بيخططوا لايه عشان كده مش ناوي اخد اي اجراءات بس بشرط خير يا باشا اتفضل يتعهد لي الدكتور رفعت والدكتور مختار رسميا طبعا ان هنا مش هتخرج من المصحه الا بعد ما تخف وتقدر تتعايش مع المجتمع بشكل طبيعي لا يا خالد اللي انت بتقوله ده لا مؤاخذه بقى يبقى اسمه جنان وانتحار بقول لك ايه يطلع زي ما يطلع المهم ان انا افضل في المعركه دي لغايه اخرها ولما تبقى النهايه دي على حسابك انت ولا مش مهم لا يا خالد انا مش معاك في ده انت كده اتجننت رسمي يا عم اتجننت عقلتي مش مهم المهم ان انا اعرف الناس دي وراها ايه بالظبط سلام طب خد يا خالد ايه الواد ده هربت منه رسمي والله Thank you.
بس ما قدرتش اشوف الايدين الحلوه دي هي وحاطمه بنتي وخايفه عليها وما بوسهاش. طيب تعالى نحكي هونيك ما بديها طوع. ما هي لازم تصحى عشان نخرج، وانت كمان لازم تروحي عشان ترتاحي. انا كتير مرتاحه طالما هي مرتاحه. ان شاء الله لما بتوع على راحتها نمشي، ولا انت وراك حاجه؟ لا مفيش، بس مش عايز باباكي يزعل. مش كفايه واخدك مني كل الفتره دي؟ ما تتعلم البابا، بابا كتير منيح وقلبه كتير طيب ما بيزعل، وانا بحكيه باستاذنك. يلا تعال. أموريني يا مدام عايدة. ماجد السنوسي يكشف عليها؟ لو طلعت تمام كلمني هقولك توديها على فين. تحت أمرك، بعد إذنك. طب وليه فعلا يا دكتور ما نصدقش ان هنا ممكن تبقى خطفت البنت؟ وانها يعني عايزه تدوقه من اللي هي دقيته. قصدي يعني زي ما هي فاهمه. جرى ايه يا دكتور رفعت؟ انت مش كنت دايما بتدافع عن مريضتك وتقول انها خفت وبقت زي الفل؟ دكتور انا لسه عند رايي. بس فعلا في حاجات كتير قوي محتاجه تعقل. معلش يا دكتور انا تعبان قوي. اتلخبط. طيب ريح لك ساعتين كده ونتكلم. بعد اذنك. اتفضل. تعالي يا حبيبتي. يلا. ازيك؟ الله يسلمك. جمانة رجعت يا جماعة. دادا. الحمد لله على السلامة يا نادية. وحشتيني قوي. زوجو. الحمد لله على السلامة يا زوجو. تعالي حبيبتي. كان وحش قوي. الحمد لله على سلامة جمانة يا مجدي. الله يسلمك. ممكن تطلعيها اوضتها تاخد شاور وترتاح؟ حاضر. لا انا مش عاوز ارتاح، انا هاخد شاور والبس وانزل اقعد مع ريما. يا حبيبتي ريما تعبانة معانا من امبارح، يمكن عايزة تروح ترتاح كمان. لو عاوز ترتاح تيجي تقعد معايا في اوضتي. اها طيب اوكي، اطلعي على الاوضة تيك يور شاور، انا هستناكي هنا. اوكي هنقعد مع بعض كتير. طالما كده ماشي. يلا يلا بينا. يلا حبيبتي. تحبي نقعد فين؟ هنا؟ هنا؟ مثل ما بدك. يبقى هنا. مش هيرتاح ولا يهنالي بال الا لما ارجع الشغل واحس ان مفيش اي حاجه حصلت. يا لهوي يا لهوي، الراجل ما صدق يلاقي موضوع يزن فيه. بطل زن؟ طيب يا اختي بطل زن بطل زن، وكلها تيجي على دماغ انا في الاخر. هعمل ايه بس يا رب؟ انزل شغل التاكسي بدل ما انت رميه من يوم الشغلانه الشؤم دي. والله ما كانت شؤم ولا حاجه، الا من يوم ما جبتوا لنا الهبابه دي قعدتوها فوق. اهي راحت لحال سبيلها، خلينا في اللي احنا فيه. انزل يا راجل شوف اكل عيشك. انزل اشوف اكل عيش؟ انزل ازاي يعني؟ اعملي لي شاي. طيب مش عامله لك شاي،
انا يا دوب اخلص الغدا عشان اروح جلسه الكيماوي بتاعي. الو الناس الكل. ايه يا عم ياسين ما جيتش ليه؟ لا والله انا اصلي يعني بصراحه وش منكم في الارض. لا تحرج ولا اي حاجه، انا ومجدي عارفين ان انت مالكش اي ذنب في اللي حصل، بس يعني بصراحه انا بعتب عليك، انت ازاي مسكن واحده زي دي عندك؟ لا والله هو انت عارفه بس حضرتك يا خالتك ناهد اصلا ما تعرفش اي حاجه خالص، يعني افتكرت انها بسلامه نيه بنت غلبانه يعني وهتقعدها عندنا. ماشي ماشي تمام. عموما خلاص بكره تيجي بقى من بدري، عندنا مشاوير كتير. من النجمه هكون عند حضرتك يا ست الكل. حاضر. خالتك ناهد؟ انا خالت البغله دي؟ وخفت وبقيت زي القرد اهو. ايوه طبعا ما خفش ليه؟ بقيت كويس وبقيت عايز انزل ونشيط وعايز اروح الشغل. يبقى توصلني الجلسه بتاعتي. ايه؟ ايه؟ بتبص لي كده ليه؟ حاضر حاضر. انا ممكن اقتل مجدي عادي وممكن اقتله مليون مره كمان، لكن جمانه لا لا. هو انتوا ليه مصدقينهم ومش مصدقيني انا؟ مدام هنا ممكن تهدي شويه عشان نعرف نتكلم؟ انا هاديه، بس انت سالتني السؤال ده مليون مره وانا قلت لا. الفكره انا بتكلم معاكي باعتبارنا اصدقاء مش دكتور بيعالجك. احنا مش اصدقاء، حضرتك دكتور وانا مريضه. طيب لو ما كناش اصدقاء كنا ليه بنعمل معاكي ده كله وساعدناكي عشان تخرجي من هنا وتحملنا مسؤوليه خروجك ومسؤوليه اللي ممكن يحصل واللي حصل منه جزء فعلا؟ استحملنا ليه ده كله؟ انا اسفه مدام هنا، انا مش جايلك عشان تتاسفي لي. طب ايه بقى؟ اولا انا جاي عشان اسمعك، ده لو انت عايز تتكلم. ثانيا انا لو عرفت ايه الموضوع هقدر اساعدك اكتر انك تخرجي من هنا، بس تخرجي بالاصول والقواعد والاجراءات واللوائح والحاجات اللي زي دي عشان نضمن ان مفيش اي حد يرجعك هنا تاني. مفهوم؟ دخل لها رجلها ازاي دي؟ ما قلتليش كنت فين من بدري؟ كان عندي شغل لازم اخلصه قبل ما اجي. وفريد فين؟ هو كمان بيعمل شويه حاجات كده وهيخلص فيه على طول. ريم ما تيجي نطلع نلعب فوق في اوضتي عشان نفسي نتلم كعيله زي زمان. كنت بقول نطلع نلعب في اوضتي. انت ما قلتش محتاج لنا. لا اطلعي انت جيبي العابك من فوق هنلعب بيهم هنا. اوكي يلا اطلعي هستناكي. ماشي كفايه عليك ريم. عايده 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 انت رايحه فين؟ رايحه اسلم على جمال. انت ليه مش عايزه تفهمي لحد دلوقتي؟ علشان كل ما بصدقك بتكذب عليا. ريم كويس انك جيتي، كنت لسه هندهلك. هو بيكذب عليكي في ايه؟ لا لا بكذب ولا حاجه، بس هي عايده طول عمرها كده بتحب تهزر. طيب هستأذن انا، ما احبش ابقى عزول. نكمل كلامنا بعدين. باي. هو في ايه بالظبط؟ في ايه في ايه؟ وبعدين مالك واقفه كده ليه؟ انا هيك لما بعصب بحب اوقف هيك. فين اعرف شو في بينك وبين عايده؟ عايده؟ ليه عم تضحك؟ لا اصل يعني اول مره اشوف أرق وأجمل بنت بتغير عليا فطبيعي إني أضحك وأبقى فرحان. شو حلو. طب بعد ما جاوبتني على سؤالي شو في بينك وبين عايدة ويا ريت ما بتضحك. والله ما فيش ولا حاجة بيني وبين عايدة. عايدة طول عمرها قدامي ولو كان في أي حاجة ما كنتش تقدمت لك. لكن ليه لما بتكونوا قاعدين مع بعضكم تحكوا أشياء ما بفهمها ولما بيجي أنا بتغيروا الموضوع؟ شغل، والله شغل بس. شغل؟ ولا ما كنت عارفة إنه بالشغل بنمسك إيدين بعض؟ تعرفي ان انا اسعد مخلوق النهارده؟ اسعد مخلوق لانك عصبتني. انا ماشي. استني 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 استني. اسعد مخلوق عشان اول مره اتاكد ان انت بتحبيني، عشان كده عايز اقولك ان انا بحبك كمان،
بس عشان خاطري بلاش التكشيرة دي. أوعدك دي آخر مرة تلمس إيدي إيد حد تاني. ماشي هالمرة أوكي، بس مرة تاني لا تاني مرة ولا تالت مرة، خلاص أهو. بالمناسبة كنت عايز أطلب منك طلب، ممكن جمانة تبات عندكم كم يوم؟ هو ده أنسب حل في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. وأنا إيه اللي يجبرني على جواز عرفي وأنا مخطوبة وممكن أتجوز قدام الناس كلها؟ إيه المقابل يا مراد؟ ليه؟ حبنا لبعض مش كفاية؟ حب؟ طب ممكن تقولي بصراحة وبشكل مباشر أنت عاوزة إيه؟ عشان احنا اتأخرنا؟ شفت بقى، عشان أنا في السر خايف على الوقت اللي هيعدي. هو أنا إيه اللي يجبرني على عيشة زي دي؟ ممكن الليلة تقولي أنت عاوزة إيه من الآخر؟ من الآخر بقى كده، وعشان وقتك أنا مش ممكن أبقى لعبة في إيد حد، حتى لو بحبه يا مراد. أنا لازم أطمن وأحس إني متأمنة كويس قوي. يعني أنت لو اطمنتي وأمنتي مستقبلك ما عندكيش مشكلة إن احنا نتجوز عرفي؟ ممكن يا مراد بس بشكل مؤقت. أنا عارفة إن احنا لازم نعدي الظروف اللي احنا فيها، وبعدين هعمل إيه يعني؟ أنا بحبك ومقدر اللي أنت فيه. وأنا مقدر وقفتك جنبي، وبعد ما الظروف دي تعدي هتعرفي قد إيه أنا بحبك. طيب قرارك إيه بقى؟ قراري ان انا لازم نمشي دلوقتي وتديني فرصه ارتب اموري، بس لازم تبقي واثقه ان انا عمري ما هزعلك وكل اللي انت عاوزاه هيحصل. وانا مصدقك. يلا بينا. مش عايزة حاجة، خلي بالك بس وانت سايق، هستناك نتعشى مع بعض. مع السلامة. هيك انا بدي 24 ساعة نافيهم قد ما انا تعبانه. عارف عندك حق، وانا متاسف على تعبك معايا الفتره دي كلها. ما بقى تقول هالكلمه لانه عن جد بزعل منك. وانا اقدر على زعلك؟ لكن ما بقى تقوله. حاضر. حسك عينك اشوفك بتهزر مع حد غيري، وخاصه مع حد من العيله. اوكي؟ خلاص اهو. توب. عارف. اول ما توصلي كلميني، اوكي؟ حاضر. وسلمي على باباكي. وصلي. وصل هاني مروح انت. انا قلت لك اني هوافق على الجواز العرفي ده بس بشرطين. اول حاجه انه يبقى مؤقت، تاني حاجه بقى يا سيدي انك تأميني مستقبلي كويس قوي. طب ممكن تساعديني كده وتفهميني تأمين مستقبلك ده ازاي في وجهة نظرك؟ مش انت قلت الشقة اللي احنا كنا فيها دلوقتي هي دي اللي كنا هنعيش فيها سوا؟ حصل. طيب يبقى تكتبها باسمه، ولما كل حاجة تخلص نقلبها مكتب، وساعتها بقى يا سيدي هنبقى شركة زي ما اتفقنا. ولا انت رجعت في كلامك؟ لا ما رجعتش في كلامي، ولو على موضوع الشقة مفيش مشكلة انا موافق، بس زي ما فهمتك اديني فرصة بس ارتب امور. ماشي لما نشوف. الو. ايه بابا؟ سوري حبيبي كنت حطيته ساينت، ما انتبهت انك حكيتني. ليه زعلان؟ انا كمان اشتقت لك، انا بوصل على البيت اكيد رح راضيك. لا حبيبي انا ماني بالتاكسي، انا مع الدرايفر ما تخاف. شي نص ساعة على الطريق انا. اوكي حبيبي باي.
لا أصلي يعني أول مرة أشوف أرق وأجمل بنت بتغير عليا، فطبيعي إن أضحك وأبقى فرحان. عشان كده عايز أقولك إن أنا بحبك كمان. أوعدك دي آخر مرة تلمس إيدي إيد حد تاني. ماشي. بجد يا بابي؟ آه بجد يا حبيبتي. طب يلا بقى عشان ما نتأخرش. هتأخر على فين؟ عشان ما تسأل باباها الأول. أونكل كمان هيوافق وأنا عارفة. حتى لو وافق مش لازم تحضري شنطتك؟ حاضر. يلا بقى يا طنط بنتي تعالي حضري معايا الشنطة. في إيه يا مجدي؟ هو أنت ناوي تسيب جمانة تبات عند ريم اليومين الجايين دول ولا إيه؟ آه طبعًا. ده أفضل مكان ممكن تقعد فيه الفترة الجاية. أولًا عشان هي بترتاح هناك وده ممكن يخليها تنسى اللي حصل معاها بسرعة. وثانيًا؟ ثانيًا إحنا نبقى مطمنين عليها. ونركز في شغلنا اللي تعطل كتير. طب انت شايف المدة اللي هتقعدها جمانة هناك قد ايه؟ يعني اسبوع 10 ايام كده مش اكتر. اسبوع 10 ايام؟ ليه؟ فاهم عايدة انت بقى عشان انا زهقت وانا بكرر نفس الموضوع. ده رأي عايدة مش اسلوب ده. انت مش سامع كلامه وشايف تصرفاته؟ بقول لك ايه؟ انا ماشية. لما يرجع مجدي يقول له ان انا تعبانة من شغله هو. تصدق انك انت فعلا ابن حلال؟ بصراحة كنت لسه هكلمك. لا ابدا انا بس كنت مشغول. لا بصراحة مش قادرة. انك تكون جبين فهي صفة بشعة بتحولك لكائن ضعيف، بس لو كنت واجهت كل الأمور بشجاعة ما كنت خسرت الناس اللي بحبوك وبيخافوا عليك. أنا ما قلت إنه خلص جاي يا سلمى، أنا عم خبركم شو صار لحتى ناخد القرار مع بعضنا. ريمي حبيبتي أنا شايفة إن أنتي مش مرحبة قوي بالموضوع ده، خير في إيه؟ طنط سامية أنت بتعرفي قد أنا بحبها لجمانة وأبداً ما عندي مشكلة تجاهها، عندك شك؟ لا طبعاً عارفة. بس إنها تكون تحت رعايتنا هيدي مسؤولية كتير كبيرة وخاصة بعد كل الظروف يلي قطعت فيها، وبصراحة يعني مخاطرة. ريم بابا الزلمة قصدنا حتى نحميله بنته بالفترة اللي جاية، الموضوع انتهى وخلص. طيب وبعدين؟ بعدين حتى لو كان مجدي من رق طريق وما بنعرفه ما فينا نرفض حماية بنت بريئة ما إلى ذنب من خطر عم يتهددها. طول عمرك شهم وابن بلد بجد يا كمال. طيب ما فهمناش يعني برضو في الآخر هتستضيفوا البنت ولا لأ؟ آه طبعا هنستضيفها. الله مش أنكل كمال قال إن إحنا ما نقدرش نتخلى عنها؟ خلاص بدم أنكل كمال قال خلاص بقى. طب مادي أنت بقى خلنا نفكر هنعمل إيه؟ مين حضرتك وراح فين يا بيه؟ أنا نازل عايدة هنا. طب ثانية واحدة بس. لا ثانية واحدة إيه؟ لا اسمع بس أنا كده كده عندي ميعاد معاها. مينفعش يا بيه مينفع. طب ممكن أنزل معاك أتأكد؟ تفضل تفضل. طب مؤاخذة هانم الباشا بيقول في ميعاد معاكي. اه مظبوط اتفضل انت يا رمضان. شكرنا. تضحك؟ قلت لك مليون مرة ما ينفعش يشوفك ده خالص. يا عايدة عامل لك ايه؟ ما بينامش ما بينامش. كنت اكلمني كنت بعته وجاب اي حاجة زي ما بنعمل كل مرة. خلاص يا عايدة في ايه؟ مش قصة. وحشتيني يا ستي قلت اعملها لك مفاجأة. ما ينفعش جد عايدة لو الموضوع أزمة كده يبقى تعالي نتجوز. ليه؟ أنت مجنون؟ نتجوز؟
مجنون عشان بقول لك نتجوز يا عايدة؟ ده انا بقول لك نتجوز نتجوز. حبيبي انت مش قد الناس اللي ورايا، ها؟ فهمني. حلو قوي، فهميني بقى مين الناس اللي وراكي؟ ما انا بسألك كتير، فهميني عشان ابقى عارف راسي من رجلي واخد انا الحكم ده بنفسي. انت ايه اللي عرفك انا قد ايه ومش قد ايه يا عايدة؟ تفتكر حضرتك ممكن نطلع بحاجه من ورا اللي اسمه خالد ده؟ نقعد معاه الاول وبعدين نشوف اذا كنا هنقدر نوصل من وراه الحاجه ولا لا. الو الو، صباح الخير. صباح النور استاذ خالد. ايوه، مين معي؟ انا الدكتور مختار صقر، مدير المستشفى النفسيه اللي فيها مدام هنا. يا اهلا وسهلا دكتور. يا مدام هنا كويسه دلوقتي؟ هي كويسه. ممكن نتكلم شويه ولا اكلمك في وقت تاني؟ لا مفيش اي مشاكل، اتفضل يا فندم. في الحقيقه كنا محتاجين شويه معلومات، ومدام هنا طلبت مننا ان انا اتصل بيك. تحت امرك يا فندم، امرني. يعني انا افضل لو حضرتك تشرفني وتشرب معايا قهوه، يعني لو عندك وقت. لا ابدا مفيش اي مشاكل يا فندم، انا ممكن اجي لحضرتك النهارده بس اديني ساعه زمن واكون عندك. طيب هايل، معاك العنوان؟ ايوه يا فندم معايا. طيب في انتظارك. ماشي، بس انا عندي سؤال بعد اذنك. أمر. هي المقابله هتبقى مع حضرتك بس ولا هقدر اشوف مدام هنا؟ لا لا هتشوفها ان شاء الله، بس هنقعد مع بعض شويه قبل ما تشوفها. تمام يا دكتور، مع ألف سلام. مع السلامة. صباح الخير. صباح النور يا ماما. مالك؟ انتي معاكي نسخة من مفتاح أوضة هنا مش كده؟ احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ يا ماما لو سمحتي عشان خاطري، معاكي نسخة من مفتاح الأوضة ولا لأ؟ أيوه، كانت سايبة لي نسخة للظروف. طيب ممكن تديها لي بعد إذنك؟ ليه، ايه اللي حصل؟ يا ماما مفيش وقت، هبقى احكي لك بعدين وافهمك كل حاجه. ممكن بقى تديني مفتاح عشان الحق اخرج؟ طيب. اتفضل، بس برضو عايز اعرف ايه اللي حصل. يا ماما زي ما قلت لك هبقى احكي لك كل حاجه بعدين، بس انت ما تقلقيش نفسك. عن اذنك. بصراحه يا دكتور من ناحيه قلقان فانا فعلا قلقان. وإيه اللي يقلقك في حاجة زي دي؟ مش فاهم. أولاً واضح إن العلاقة اللي ما بينهم تتجاوز حدود تعاطف اللي اسمه خالد ده مع مدام هنا. ثانياً لو نفرض إن ده حصل، حصل إمتى وإزاي؟ وتحت أنهي ظروف؟ طب وأنت شاغل بالك بالموضوع ده ليه؟ أنت عارف عنها كل حاجة. واضح إن إيه اللي قلقها. عارف كانت فين وراحت فين وظروفها إيه؟ وهو ده اللي قلقني يا دكتور. ومخليني شاكك ان في علاقه ما بينهم عاطفيه بشكل او باخر. مش معقوله يعني واحده في ظروف مدام هنا تقول لاي حد كل حاجه. طيب هو برضه لو انسان عادي مش هيعرف كل الحاجات دي عن واحده ويهتم بيها. معنى كلام حضرتك كده ان هنا كان عندها حق وان هي فعلا كانت قادره تخرج للعالم بره وتواجهه. هنشغل نفسنا ليه؟ اهو زمانه جاي وهنعرف كل حاجه. Thank you.
صباح الفل، صحيتك؟ طب كويس انك صحي، عشان جمانة عامله قلق من امبارح، عايزه تجيلك وانا سكتها بالعافيه. والله يعني مفيش مشاكل؟ طب كويس. جمانة كويسة؟ لا لا جمانة كويسة ما تقلقيش، هتجهز وهجيبها الشركة كمان. أمال في إيه؟ وحشتيني بس. إيه؟ ما وحشتكيش ولا إيه؟ ريم يا ريم. طب خلاص مش مهم تقوليها، كفاية أشوفها في عينيكي بس. يلا مستنياك، جيب جمانة وتعالى. طب وصلتي لفين؟ خلص أنا وصلت على الشركة شي 5 دقايق بس. شوفك في الشركة. باي. يعني أنت شايف كده؟ ده أكيد يا دكتور. لو العلاقة اللي بينهم علاقة حب، فده معناه إن مدام هنا بدأت تسترد مشاعرها الطبيعية تجاه الحياة والناس. لكن العلاقة دي لو مبنية على الشفقة أو التعاطف من خالد هتبقى أثرها خطيرة جدا على مدام هنا. حقيقة يا دكتور، عشان كده أنا شايف إن مهم جدا نعرف طبيعة العلاقة دي. على العموم هو جاي دلوقتي وهنفهم كل حاجة. صدقيني يا هنا، أنا عمري ما هتخلى عن طار كريم، بس كمان مع ناس بالشكل ده لازم كل خطوة تتحسب كويس، وكويس قوي كمان. المهم إنك ما تسيبنيش، أنا بقاش ليا غيرك برا المصحة، وكل يوم بتأكد إن ربنا بعتك ليا عشان تساعدني أرجع للحياة من جديد. شفايفك قالولي وهم بيحمسولي بحبك، وأيوة ده صوتك وصوتك كمان. ومن قبل البداية بيني وبينك حكاية، رجعنا من النهاردة نعيشها في نفس المكان. هواك أجمل معاني ملت روحي وكياني، مجرد حبيبي بشوفك بحس بأمان. فني جوه قساوتك مدار الحلال، في حاجة نفسي فيها ويا ما حلمت بيها، تاخد
حبيبي في حضنا ويوقف الزمان. ده من قبل البداية بيني وبينك حكاية، رجعنا من النهاردة نعيشها في نفس المكان. هواك أجمل معاني ملت روحي وكياني، مجرد حبيبي بشوفك بحس بأمان. حبيبي